التواصل مستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وتحدياتنا مستمرة في هذا اليوم. يسير شوطنا الثامن الخاص بمنافسة الجعدان الحقايق، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا من يأتي على المقدمة الأولى وهاج سليم بن علي بن حبيب الهاشمي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما الغدوم من قاصد عيسى بن سعيد بن محمد العويسي، بينما الغدوم مع الانطلاق في المركز الثالث يأتينا هنا الجذاب قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، بينما في المركز الرابع يأتي ويتقدم هنا مرموق خلفان بن راشد بن محمد الغفلي يتقدم نحو المركز الرابع، بينما في المركز الخامس عجيب هلال بن سعيد بن هلال الخاطري يتقدم في المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمسة المراكز الأولى المذاعة التي اندفعت على مقدمة هذا الشوط. ولكن يا هي اسماء ويا هي شعارات مشرفة هذا الميدان في هذا اليوم بحضورها الباحثة عن النواميس، الباحثة عن الانتصارات، ولكن العودة، العودة تأخذنا مع حيث من بدينا في البداية إلى المركز الأول وإلى الصراع الأول في هذه اللحظات المثيرة. وهاج، وهاج اللي يحتل المقدمة الأولى اللي يقود زمام أمور هذا الشوط سليم بن علي بن حبيب الهاشمي، ولكن بن قطامي، بن قطامي مع الجذاب، الجذاب يتقدم، يتقدم بشعار قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، بينما في المركز الرابع أو في المركز الثالث الله عقاب 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 واصل بشعار محمد العوضي بن يحيى المنهالي، ها هو يتقدم مع المركز الثالث المركز الرابع. أشوف، أشوف الوصول في هذه اللحظة، شاهين محمد بن سعيد بن حبيب الهاشمي قادم بقوة، بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس ياتي هنا وينضم الى الكوكب الخماسية النايف لنايف بن صالح بن علي سليمان اليامي. العودة الى البداية، العودة الى الجذاب، سلالة الجذاب تفرض وجودها، تفرض الهيبة، تفرض التواجد على البداية الاولى على المركز الاول قطامي بن محمد بن ثاني السويدي. روح يا بن ثاني، روح، روح الى اهالي ند الشبا، ينتظرون سلامات، ينتظرون سلامات، ولكن حذاري من بالعوضي، حذاري من الماهر يقدم لنا ايضا عقاب، عقاب محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. المنافسات الاخيره، المنافسه الاخيره ما بين الجذاب، ما بين عقاب، عقاب والجذاب، المنافسه الاخيره بن ثاني وبالعوضي، بالعوضي وبالثاني. السلام الى وين؟ الى اهالي ند الشبا ام الى اهالي اليحر؟ الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية. الله 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 الله، اللي ثارة، اللي ثارة. السلام وين؟ بالعوضي، بالعوضي، بن ثاني، بن ثاني. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الجذاب، الجذاب، تهانينا لقطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي على فوز الجذاب، بينما وصل عقاب لمحمد بن العوضي بن يحيى المنهالي مع المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من شاهين محمد بن سعيد بن حبيب الهاشمي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى، تهنيتنا والناموس نزفها إلى قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي على فوز الجذاب وانتزاعه لناموس هذا الشوط. توقيت الزمني 4 دقائق و33 ثانية، تهانينا وناموس للجميع.